أمي، سأثبت لك أني هدية ربانية وما أنا بعاجز عن الإنجاز. ستسمعين يا أمي من هو الداون. سيكون طريقي هو ابتسامتي وسعادتي، وسيكون اجتهادي سلم صعودي. لم تمنحهم الإعاقة من التميز بصمودهم وتحدياتهم، بلغت قدراتهم حد الإبداع. الإعاقة ليست النهاية. بحر الهندوس وسماء الهندوس، بحب بلو، فراق بلو. حرفيون من نوع آخر تمكنوا من كسر الحواجز ليكونوا قدوة للأصحاء. التقوا هنا لسبب واحد، وهو رفع راية النجاح. خدم بانتو، خدمت هذا، بعد خدمنا هذا ما نمش نديره. علمت هذية، علمت أستاذة تاعنا. حليمة البالغة من العمر 21 عاما، مصابة بمتلازمة داون، تتجه كل صباح إلى الجمعية لتقوم بفن التلوين وتجعل من الصحون تحفا فنية رائعة بيديها الذهبيتين. نخدم القفاف وطباسة، نخدم الكاتور، نخدم بزاف حاجات أدوية. أنا بزاف فرحانة. زني أحزاء تزن نخدم طباسة. ما هذا؟ واحد كيش كيش كي يعني مو دم هذا مكاسب هو شيخ مالك 10 سنين لا كيف عمره 21 يعني تعرف حالة بزاف بزاف. انطلقت مبادرة تأسيس الجمعية بتشجيع أولياء أمور الأطفال والمهتمين في المجال. كان الهدف إعادة تأهيل وتدريب الأطفال المصابين بمتلازمة داون. كما وضعت الجمعية استراتيجية طويلة المدى تهدف إلى تحقيق التميز النوعي في مستوى الخدمات والبرامج المقدمة للأطفال. هذه الفئة كما نعرفوا كامل في الجزائر راهي مهمشة شوية. دونك الحمد لله كانت عندهم فرصة هنا في مركز صناعة تقليدية، عندهم مكان باش يمارسوا المهنة تاعهم. المهنة تاعهم متعلقة بصناعة التحف كما شفتوا كامل، رسومات على الـ على الـ على اللوحات وتزيين ممكن بالك بحاجات بسيطة كما نقولوا ريسيكلاج. دونك رسكالة كما شفتوا يخدموا بالك بقشور تاع البيض، منها يخرجوا تحف فنية. كان 22 طفل في المدرسة، 22 طفل، وهنا كان 16 طفل، زوج شوية مرة يتغيبوا مرة يجوا، يعني 18. حتى احنا طبعا الأولياء ما راحنش نعيشوا لهم دايما، ولهذا نحاولوا نكونوا لهم مهن يدوية خاصة بكل طفل. مثلا عندنا طفل أو الشاب كنان اللي هو الآن فات 30 سنة تقريبا، نحاولوا نكونوا له مهنة في يده يعني تتيح له أن يعيش بكرامة، يعيش حر، يعيش ما يتكلش. يعلموها بالعقل، كيش تكتب، كيش تدير، كيش أناشيد، عندهم دور كيف يحفظوا آيات هكذا دينية. نعاونوها وش نقدر، ما نقول لكش ثم نمدوا لها كل شولة. عندها كيما الميكرو تفتحوا وحدها، تكتب وحدها، مهما تدخل باريكزوم فيسبوك ولا تدخل اليوتيوب وحدها، أنا شي ديالها هي تروح تبحث عليهم. صحيح أنهم من حالات متلازمة داون ويعانون نقصا ذهنيا وحركيا، لكنهم على الأقل يحاولون وبمساعدة ذويهم طبعا تخطي الصعاب والوصول إلى هدف العيش الكريم مثلهم، مثل الأطفال العاديين، وإجبار الآخرين على التعامل معهم كأصحاء وليس مرضى. ينمي القدرات تاع هذه الفئة ويعطيهم فرصة باش يخرجوا الإبداعات تاعهم للناس، لأنه كما قلت لكم هذه الفئة عندهم أعمال جد جد جيدة، لكن الفرص باش يبانوا بها
هذا هو المشكل اللي رانا فيه، انه الترويج تاع المنتوج ولا السلعه اللي ولا الخدمه اللي راهم يوفروها. يتعلم بزاف حوايج يتعلمهم نهار تخلي كل شغل في شغل فطن في مخه شغل فطن، ما كانش كيما كان في الدار شغل ما يشوفش ما يتعاملش مع الناس ما يعاشرش الناس، كان شغل كي يقرب عند واحد ما يعرفوش ما يقدرش يهضر معاه ما يقدرش، كان شغل دائما شغل خايف. مي بار كونتر دوكا من هنا ولا يروح ليكول شغل راه صافا الحمد لله. جل ما يحتاجونه اليوم هو دعم المجتمع لهم وإدماجهم في المجتمع لتحقيق مبتغاهم الإنساني. ماذا بينا أكثر من هكذا يا باسكو كي تخزر على الطفل اللي راه راهم يديهم اللي يقراو يقريوهم يديهم اكسكيرسيون يديهم يعطيهم كاع امكانيات، مي بار كونتر هذو هي ما عندهم حتى حاجه، لو كان ما تصرفش عليه نتايا ولا ما تجريش عليه نتايا شغل يقعد في الدار. ماذا بينا اكثر من هكذا يا ماذا بين شغل كيما يديروا لهذو يديروا هذا الناس الفئه هذه. هي جمعيه اهتمت بهؤلاء وقفت لهذه الفئه التي تستحق منا الاحترام والتقدير. نقول أساتذية نشكرهم بزاف نشكرهم بزاف عندهم قاصب نشكرهم بزاف سيخطا مع كاملين. أنا نشكر الجمعية على المجهودات اللي راهم يقوموا بها باسكو حنا وحدنا ما نقدروا نديروا والو، لو كان ماشي هذا يتسمى الجمعيات والسلطات ويعاونوا منا وشوية منا لي سيتوايان كذا، حنا وحدنا يتسمى تجيك صعيبة شوية. مي الحمد لله ملي داروا هذه الجمعيه هذه لقينا طريق، لقينا عده مساعدات هنا في غرفه الصناعه التقليديه من عند الحرفيين من عند الاداره، ونشكر خالد سماح اللي هو مدير هذا الفرع اللي ساعدنا في كل يعني في كل مجالات. بطموحاتهم وعزمهم الكبير واملهم في الحياه رغم ما يعانونه من مشاكل هم يشعرون وإحساسهم لا يختلف عن إحساسنا، يحلمون ويفرحون، يمتلكون قلبا لا يعرف حقدا ولا كراهية، في نظراتهم براءة منقطعة النظير، مسالمون لا يقدرون على إيذاء أي أحد. تغمرك سعادة عارمة عندما تنظر إليهم وهم يبتسمون، هم أطيب فئة موجودة على وجه الأرض.